السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام السي الحاج. حياك الله لالا نجات. الله يبارك فيك السي الحاج. بارك الله فيك لالا. الله يرحم الوالدة. اللهم أمين يا رب وجميع المسلمين والمسلمات. أعزك الله لالا الله يكرمك. سي الحاج بغيتك تدعي ليا مع اختي مريضة الله يرحم لك الوالدين ودعي ليا مع الوالدة ودعي ليا مع ولد اختي عنده الدكتورة قول طلب الله يشوف لي ربي شي خدمة يا ربي يا كريم ودعي مع اختي مريضة بزاف الله يجازيك بخير ويرحم لك الوالدين اللهم امين لله اللهم امين ليا مع امتي الله يسهل عليك ويرحم لك الوالدة وهذه ليلة الجمعة يا رحمن يا رحيم بارك الله فيك لالا نجاة شكرا لك لالا نجاة يا ربي امين بارك الله فيك بارك الله فيك لعل بعض المستمعين يتساءلون كيف أن واحد الإنسان يطلب من إنسان مثله وربما أقل منه إيمان ويقين ويطلب منه الدعاء كيف الإنسان يدعو الله تعالى مباشرة ربنا عز وجل ماذا قال في كتاب العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ربنا دائما يقول وإذا سألك فقل فقل إلا في هذه حيد رب الفاء قال قل مباشرة علاش لنفي الوساطة بين الله تعالى وبين عباده وهذا أمر معلوم عند الجميع لكن ما الذي يجعل هؤلاء الناس طيبون يطلبون منا في الإذاعة أن ندعو مع فلان وفلان والسبب هو الدعوة الجماعية الدعوة الجماعية حينما يجتمع الناس من جهات مختلفة ويدعون ويؤمنون وقد ورد في الحديث الصحيح أنه ما اجتمع 40 نفر 40 من المؤمنين والمؤمنات اجتمعوا ودعوا الله سبحانه وتعالى وأمنوا على الدعوة فإن الدعوة تتصاعد 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 حتى تبلغ عنان السماء ثم تسجد تحت عرش الرحمن ما شاء الله أن تسجد ثم يفتخر بها المولى عز وجل يباهي بها الملائكة يقول يا ملائكتي الملائكة الأطهار الملائكة اللي هما يا وظيفتهم الذكر والعبادة والطاعة ولكنهم حينما أراد ربنا أن يخلق آدم اعترضوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ظن الملائكة بأن البشر ابن آدم سيكون كلهم سفاكين للدماء وسيكونون مجرمين وسيكونون مشركين وسيكونون ملحدين هكذا ظن الملائكة ولكن ربي قال إني أعلم ما لا تعلمون وحينما يجتمع أهل الإيمان واليقين ويدعون الله تعالى ويرفعون أكف الضراع إليه فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة يباهي يقول انظروا إلى عبادي وإلى إماء في الأرض إنهم يدعونني خوفا وطمعا ربنا يفرح لما يسمع دعاء المؤمنين والمؤمنات على الرغم من أن الله عز وجل غني عن دعائنا وغني عن عبادتنا وغني عن قرباتنا لن ننفعه بشيء ولن نضره بشيء لأن الله عز وجل هو الرب الإله المكتفي لا يحتاج إلى عبادة العابدين ولا تضره معصية العاصين ولكن هذا فيه تنزيه للذات الإلهية فأختنا لالا نجاة تطلب هذه الطلب فأدعوكم جميعا أيها الأحباب نشاركها في هذا الأجر والثواب ونحن سيكون لنا أجر مثل ما عندها إذا دعوتم فإن هناك ملاك من السماء يقول لك ولك مثلها ولك مثلها أي دعوة يقول لك ولك مثلها فلا نبخل وإحنا الآن ماشي 40 نفر إحنا الآن الحمد لله ربما بالآلاف أو عشرات الآلاف أو بالملايين نجتمع في هذه المملكة السعيدة ومعنا جالية مغربية خارج أرض الوطن في فرنسا وفي أمريكا وبعضها في الدول العربية وغيرها يجتمعون معنا ومن يدري قد يكون أحد الأشخاص في
في البوادي أو في الأرياف أو فوق الجبال، إنسان بسيط في واحد الكوخ، أو واحد الإنسان في المدينة القديمة في واحد السطح، أو واحد الإنسان خدام بالليل على وليداته بعرق جبينه وفيه السر الإلهي، أو إنسان مريض مريض وحتى هو كيقول آمين وهو ضيف الرحمن. كل هؤلاء من يدري؟ يقولوا سيدنا الأولين ما عرفتي عند من، شكون هذا اللي غتكون عنده الدعوة صادقة وتصل إلى السماء؟ ويغنيك الله عن الأسباب والمسببات. هذه مهمة جدا، لأن الناس عن طريق العقل العلمي وعن طريق العقل الواضعي والفكر الفكر الوضعي صاروا يعتقدون فكر ميكانيكي بأن التغيير والإصلاح له أسباب ومسببات، من جاوزها ما في لا تغيير ولا إصلاح أبدا. هناك أسباب ومسببات، أي نعم، ربي خلق الكون وضع فيه قانون العلية، كل علة لها معلول، ووضع فيه قانون السببية، كل سبب لها مسبب، أي نعم لا ننكر هذا. ولكن فوق هذا هناك شيء آخر، هو أن الله عز وجل يمكن أن يغير ويمكن أن يصلح ويمكن أن يعطي بلا سبب. هل تعتقد أيها الأحباب أن الله تعالى يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب؟ هذا هو الإيمان، مقتضى الإيمان بالغيب. فاللي دار النية ودار ودار دار الصدق مع الحق عز وجل، ربنا يتقبل منه ويغير واقعه بدعوة، دعوة تغير واقعك وتغير حياتك وتغير جميع الظروف الصعبة التي تعاني منها. فاللهم يا ربي يا كريم، أسألك اللهم في هذه الساعة المتأخرة من الليل، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا ربي إنك تعلم أحوالنا وتعلم ظروفنا وتعلم ما بنا، وأنت كتبت على نفسك الرحمة وقلت وقولك الحق، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأنت كتبت على نفسك بأنك لطيف، الله لطيف بعباده. نسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن تشافينا وتشافي جميع مرضى المسلمين، اللهم شافي جميع مرضى المسلمين، واصلح أحوالنا وأحوالهم، وبارك لنا في أرزاقنا وأرزاقهم، وتولنا بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين أجمعين. ولله النجاة التي اتصلت بنا وطلبت الدعوة. فاللهم يا ربي يا كريم شافي مرضاها، يا ربي كل من كان عندها مريض من العائلة والأحباب، اللهم شافيهم وعافيهم وداويهم وبارك فيهم. اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم شفي جميع مرضاها ومرضى المسلمين أجمعين. قولوا آمين 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 يا رب. وهذا الشاب اللي عنده شهادة دكتوراه ويبحث عن عمل، أي نعم، لأن نجاة الظرفية الراهنة فيها نوع من القلة في المناصب، وهناك أزمة اقتصادية، وسمعنا بأن الحكومة ستأخذ ديون خارجية جديدة لتغطية النقص بسبب المصاريف الكثيرة. الناس كلهم يشكون، ولكن مع ذلك في خضم هذه الأزمة الاقتصادية، الله تعالى لا ينظر للأزمات، الله تعالى كما قلنا يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب. إذا شاء ربك أعطاك فأدهشك، ولكن نتخذ الأسباب، وأعظم الأسباب وهو أن نطرق بابه، نطرق باب الله. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. حينما أطرق باب الرجاء في خضم الأزمة والناس يبحثون عن الرزق ويبحثون عن المال ويقول هناك شح في الموارد، في ظل هذه الأزمة يفاجئك المولى، يفاجئك ويعطيك ويدهشك، والله وبالله وتالله، هذا كلام صادق يقيني. يا ما رأيناه بأم أعين هاتين اللتين سوف يأكلهما الدود يوما ما. رأينا أناس في ظل الأزمة وكيقولوا ربما دي الأخرى لنا، فإذا بربنا عز وجل يفتح أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب العطاء فيعطيهم أكثر مما أعطاهم ثالثا، فرحمة الله واسعة. ماذا نفعل للنجاة؟ قل لهذا الشاب الحاصل على الدكتوراه أنه بذل جهود كبيرة وسهر الليالي لكي ينجح في هذه الامتحانات ويحضر الأطروحة المقدمة أمام اللجنة العلمية، لا شك ولا ريب أنه سهر الليالي. قل له زد قليلا يا بني، زد قليل السهر هذه الأيام،
قمت بالطلب العلم الآن تقوم بقيام الليل سهل. والله هذا ما فعلناه وفعله عدد كبير للأحباب كلهم الحمد لله ربي فتح لهم أبواب التيسير. ماذا نفعل؟ قيام الليل. قيام الليل هو وقت الغفلة والناس نائمون. كان في قبل الفجر بساعة أو ساعتين وكنتوضأ وأصلي لله ركعتين خاشعتين مطولتين وفي السجود أطيل وهنالك أتقدم إلى الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا فتاح يا رزاق يا عظيم. وربنا عز وجل يحب ثناء العبد عليه. ثم بعد ذلك أقدم مطالبي. يا ربي أبحث عن عمل، اللهم ارزقني عملا مباركا ميسرا سهلا، رزقه وفير وخيره كثير وتعبه قليل. اللهم ارزقني عملا يناسب مؤهلاتي وينسب ميولي. اللهم اجعله لي مباركا واجعل لي فيه الراحة والطمأنينة واجعل زملائي في العمل يكونون على قلب رجل واحد. أدعو الله هكذا دعاء بالدارجة وربي سبحانه وتعالى يختار لك الأجود والأفضل. فأسأل الله تعالى أن يبارك لك أختي نشاة وفي أهلك ودويك. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.